اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم. أنا جايب لكم وصفة النهاردة للأطفال اللي عندها أمل في شعرهم. لو عندك طفل أو يلا عندك طفل ما عنده أمل تعمليش. في شعره، تعالى واسمع الوصفة دي. السلام عليكم. جينا لكم تاني بالنسبة للوصفة دياتي. الوصفة دي لو في طفل عنده أمل في شعره، الوصفة دي بتضيع الأمل خالص وما تخليش عنده أمل، وبتنظف شعره، وكمان لو عنده قشرة في شعره بتزيل القشرة من الشعر خالص يعني. يا ريت تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وتشاروا الفيديو لكل أحبابكم عشان يستفيدوا من الوصفة دي. الوصفة دي بسيطة جدا ومش مكلفة، يعني ممكن ما تكلفكش 2 جنيه او اكتر من 2 جنيه يعني. اول حاجة هناخد معلقتين ملح، معلقتين كبار ملح، تمام. هقول لكم ازاي تستعملوا الوصفة دياتي. الاول دي المكونات بتاعها، معلقتين كبار ملح، وعليهم كمان معلقتين خل، معلقتين كبار خل، تمام كده، معلقتين كبار خل. طبعا لو هتحطوا ممكن مثلا تعمل كوباية كوباية، يعني المقدار يبقى بالتساوي يعني، معلقتين كبار خل، تمام. ده هنقلبهم كده كويس، تمام. هنقلبهم ونخلطهم ببعض كويس، تمام، بالمعلقة كده. انا عملت الوصفة. طيب هنستخدمها ازاي الوصفة دي؟ الوصفة دي يا اما هنجيب مثلا اللي هو البخاخة دياتي ونحط الوصفة دي في البخاخة ونرش على الشعر، نرش على الشعر لغاية ما يتبل، تمام، لغاية ما يتبل. أو نحط بإيدينا كده على الشعر لغاية ما يتبل الشعر، وبعد كده نجيب القبعة بتاعة الحمام ونحطها على الرأس ونسيب الوصفة على الشعر لمدة ساعتين، ونسيب الوصفة على الشعر لمدة ساعتين. وبعد الساعتين نغسل الشعر غسيل عادي ونكرر الوصفة دي لمدة 3 أيام. مش هتلاقوا الأمل هينتهي خالص من الشعر ومش هيبقى فيه أمل في شعر الطفل. ووصفة الخل والملح بيذيبوا المادة الدهنية اللي هي بتخلي الأمل يلتصق بالشعر والصبان والكلام ده، وطبعا بتقضي على الخشرة. لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلكم أي جديد فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.